نوى والحكومة المحلية، أرحب به وأكرر شكري وتقدير له للمفتي المرافق له. كان استعراض لما حصل لمحافظة نينوى من دمار، ابتداء من البنى التحتية بكل مفاصلها، سواء كان مشاريع الماء أو المجاري أو الكهرباء أو الصحة، وكذلك المستشفيات، كذلك المعالم التاريخية ابتداء من الجوامع والكنائس. جهود دولة بريطانيا بالدعم الدولي لمحافظة نينوى، طبعا هو من الدول المميزة بهذا الدعم لإعادة إعمار المحافظة. أكرر ترحيبي وتقديري وشكري لزيارة السيد الوزير هاي المحافظة، تدمير ما يقارب 73 جسر، تدمير المستشفيات، تدمير مشاريع الماء، المجرى الصندوقي، المعظم المجاري، الطرق ودمارها، المدارس وقصفها. الدمار اللي حصل بالمدينة القديمة ما يقارب 12,000 وحدة سكنية. كل هذا ما صاب محافظة نينوى من ضرر، الجميع وحداتها الإدارية باستثناء القوش والشيخان وزليكان وفايق. أقدم التهاني للعراق بتحرير مدينة الموصل، كما أشيد ببطولة وتضحيات الشعب العراقي وبانتصاراته الكبيرة على الإرهاب، وإن المملكة المتحدة مصممة على استمرار دعمها في إعادة إعمار المناطق المحررة من الإرهاب وعودة النازحين. أعلنت